أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن السلطات الأمريكية لم تطلب من قيادة بلاده منح اللجوء للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأوضح إبرارد أن المكسيك تلمس وجود ضرورة للحوار والتواصل والسير قدما في محاولة إيجاد مخرج دون أزمة إنسانية كبيرة في فنزويلا، مبينا أن بلاده طالما أبلغت سلطات كاراكاس بقلقها لوضع حقوق الإنسان والحريات في فنزويلا.